قسما بالله العلي العظيم ولا ينوضني من هاد الكروسه اللي كتبت عليكم، قسما بالله العلي العظيم ولا ينوضني من هاد الكروسه اللي كتبت عليكم. لا هذا يوسف كنقلب عليه عامين عامين وانا كنقلب عليه عامين وانا كنقلب عليه باش نوصل الصوت ديالي ووصل الصوت ديالي ليكم اخوتي المحسنين. الحمد ديالي مفروع والله العظيم، لا حاشاكم مصاص ديالي، الحمد ديالي مفروع، حاشاكم مصاص ديالي، الحمد ديالي مفروع، وكاع اللي بغى يتاكد يزورني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. من الطبيعي انني كنقدم في الفيديوهات، اول مره ما غاديش نقدم في هذا الفيديو وغادي نعطي لهذا الشاب يتكلم. جيتي عندي من سوق الاربعاء الغرب بن عيسى. بن عيسى وعامين وانا كنقلب عليك. نعم عامين وانا كنقلب عليك. تفضل. السلام عليكم، معكم بن عيسى غزولي، كنت واجد في سوق الاربعاء الغرب. انا واحد الشاب اللي درت واحد الحديثه في 2017 شهر 11، كنت خدام مع واحد المقاول في البني وطحت من 5 ميطاج ويا هذيك طحت من 5 ميطاج. المهم ما عقلش عليا نهائيا. المهم نختصر لكم هاد السي يوسف هذا باش تكونوا عارفين، هذا والله العظيم وقسما بالله العلي العظيم ولا ينوضني من هاد الكروسه اللي كتبت عليكم. لا هذا يوسف كنقلب عليه عامين عامين وانا كنقلب عليه عامين وانا كنقلب عليه باش نوصل الصوت ديالي ووصل الصوت ديالي ليكم اخوتي المحسنين اللي تحسوا بيا وتفهموني. قاش علاش معذب ومعذب معايا والديا، ولكن الحمد لله. المهم انا كدرت واحد الحادثه في 2017 في شهر 11 مع واحد المقاول ديال البني في طنجه، طحت من 5 ميطاج، طحت من 5 ميطاج، تهرست من الدار ديالي، تهرست من الدار ديالي، صافي هزني لا لابلونس لا حتى شي حاجه غير الطوموبيل ديالو، داني الكلينيك، دار لي عمليه. بعد خرجت من الكلينيك ما بقاش عقل عليا نهائيا، صافي عطاني واحد 1000 درهم قال لي شري بها الدواء، كنصوني عليه ما بقاش كيجاوبني. انا هاد السيمانه نعطيك، هاد الشهر نعطيك بقعات، هادي نعطيك دار، هادي هادي الوعود الكاذبه، ما شفت منه حتى شي حاجه. صافي بقيت جالس انا واحد 3 شهور تما في طنجه عند واحد الناس الله يجازيهم بخير، متبع الطبيب قال لي يمكن لك تمشي. مشيت بحالي للبلاد، مشيت بحالي للبلاد مع ساكن غير في العروبيه، خارج من سوق الاربعاء الغرب ب 15 كيلومتر، لقيت معاناه كثيره. بغيت نمشي ندير الترويض، خصك تكري طوموبيل ترونسبورت تمشي دير الترويض، بغيتي يعني معاناه كثيره، يعني ما عنديش انا ديك ما عنديش انا التكلف ديال هذاك الشيء باش نمشي ندير الترويض. الطبيب عطيني 3 الحصات ديال الترويض باش ندير انا ذاك الترويض، ما كنديروش نهائيا. عندي ليسكار كنداوي ليسكار، الحمد ديالي مفروع والله العظيم، لا حاشاكم مصاص ديالي، الحمد ديالي مفروع، وكاع اللي بغى يتاكد يزورني ويشوف الحاله يجي عندي وعندي الورق ديالي ويشوف شنو كاين. انا دابا الطبيب ديالي ما كنمشيش عنده عامين دابا وزياده، ما مشيتش لعنده باش نمشي لعندو لطنجة، خصني ترونسبور، ترونسبور نكري ب 80000 فرانك ولا 70000 فرانك ونشوف الطبيب، وواحد الكونترول 300 درهم هي 2000 درهم ولا ما عنديش الفلوس. عندي الله سبحانه وتعالى وعندي عندي خوتي المحسنين، وانا كنناشدكم، وانا جيت عند خويا يوسف اللي عامين وانا كنقلب عليه قسما بالله العلي العظيم، لا عامين وانا كنقلب عليه وعارف ود الناس وكيساعد الناس وكيهضر معاهم بقلبهم وكيفتح ليهم. اش نقول لكم، لا هاد السيد راه سخر فيه الله. دابا انا جيت لكازا، نعاود لكم، جيت لكازا باش ندي واحد الدواء ديال ليسكار، ما كيناش عندنا في البلاد تمايا، عاود الفرملي حبسو باش ما يبقاش يجي عندي، كيداوي لي ليسكار ب 100 درهم يوميا، انا حبسو ما بقاش كيجي عندي هذاك الفرملي باش نولي نداوي راسي هذاك الشيء باش ما يبقاش تكلف عليا مصاريف هذاك الشيء. وسبحان الله انا يوسف عامين وانا كنقلب عليه، تسخر الله فيه واحد السيد الله يجازيه بخير هنا هنا هنا، تلاقيت معاه مباشره، ودابا انا بغيتكم تساعدوني يا اخوتي. الله يرحم ليكم غير الوالدين، لا معذب ومعذب معايا والدي. نسولك سؤال واحد، كلامك مؤثر بشكل كبير، انا ما كرهتش نتلاقى معاك، ولكن انت قلتي ما قدرتيش توصل التليفون ديالي لله الله. انا الحاجه اللي بغيت نقول لك هو، انت كيفاش كتجي للدار البيضاء؟ انا جابني غير سيد مسكين، واحد سيد من العائله عنده خوالو خالو عنده الطوموبيل، عطاها ليه قال ليه سير دير غير المازوت، دي الدري انت غادي الدري مريض سير دي في سبيل الله. درنا المازوت، درت الطوموبيل المازوت حيت ما عندي كي ندير نجي، انا ما كنقدرش نجلس، انا الحمد ديالي مفروع اخويا يوسف. يعني انت المشكل دابا اللي عندك هو التطبيب؟ عندي الطبيب انا دابا شنو يعني، ما كندير لا ترويض، ما عندي ليسكار، يعني معاناه كثيره. خاصك التطبيب،
الطبيب انايا دابا شنو خصني؟ دابا كنا شي خوتي المحسنين ما كرهش انايا ما باغي لا فلوس لا والو، شي محسن ولا محسنه دوني للطبيب نتعالج، ما كرهش من دابا يقول لي انا في كازا هنايا عيط اتصل بيا شي محسن ولا محسنه قول لي تشي الدواء نمشي نداو معذب انا ومعذب والدي، انا ما علم بيا الله راه القلب ديالي كيتقطع. الله يفرج عليك والله العظيم قسما بالله اخويا. يا ربي مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حلل وناقش، ما لقيت ما نقول ليه، سنتين الاسباب تختلف والغايه واحده. نتمنى كيتمنى انه يتلقى معايا، ما كتبش الله عز وجل كل حاجه وضع عليها الاجل ديالها، كنطلب الله عز وجل وجل المغاربه كل من ساعد هذا الشاب اجره محسوم عند الله، ولا ماشي الهدف ديالو هو المال اكثر من الهدف ديالو انه يعيش حياه عاديه شانه شان اي مغربي. يطالب التطبيب، النداء ديالنا لجل المغاربه، غادي نوضع رقم الهاتف ديالو والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام هو ابن منطقه صغيره القش الجهد واكب وساعدوا صديق انه يوصل للدار البيضاء، ربط الاتصال بمجموعه من الناس قدروا يخبروني وجيت لعنده. النداء ديالي لاي انسان يقدر يساعد هذا السيد الله يرحم ليه الوالدين. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.